وَمَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة والتي منها: الفتن التي نعيشها، ما الواجب علينا؟ أن نكون مع فرقة معينة أو نتوقف؟ نكون مع الفرقة التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون مع الفرقة التي تدعو إلى الحق والمعروف. ولقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قد جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول: هل يجوز أن أدعو على الحاكم الظالم؟ نعم يجوز، ويجوز الدعاء له بالهداية أيضا، فالحاكم الظالم يجوز الدعاء عليه والدعاء له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أو كما قال: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويدعون عليكم وتدعون عليهم. هذا وعموما، فإنه يجوز الدعاء للظالم بالهداية، ويجوز الدعاء عليه أيضا بأن ينتقم الله منه. هذا والله أعلم. يقول أخ السائل: تقويم الأسنان حلال أم حرام؟ إذا كان تقويم الأسنان لإعادتها إلى ما عليه عموم خلق الله فهذا جائز، أما إذا كان تفلجا للحسن وطلبا لمزيد من الحسن فيكون تغييرا لخلق الله ويمنع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مولانا الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت، معلش يا عم الشيخ، بالله عليك يعني صدرك يوسع لي شوية. أنا معاق ومريض، يعني قاعد الفراش، وعندي مركب قسطره مائيه لان عندي تضخم في الحوالب، وعندي شلل نصفي، ما بنزلش من على السرير. الله ما يعافيك. بعمل الغائط، بعمل في كرسي متحرك. الله يعافيك. والحمام المكيس بتميل بيفرغوا لي. الله يعافيك. ما المطلوب يا والد؟ فقالوا لي يعني حضرتك اتوضى لكل وقت. انا بس ليا سؤال عند حضرتك، إن أنا ممكن أأخر الظهر لقبل العصر بعشر دقايق وأصلي بالوضوء الفرضين؟ نعم يجوز، إذا كنت تأمن أن وقت الظهر لن يخرج. هو أنا ما عنديش غير إنني إن البول بينزل في كيس، والكيس ده أنا بعتبره مثلا، أنا ما بيخرجش المية أثناء
بس هي الميه نازله في الكيس على طول، انا ما لا ادركها يعني. يا والد بارك الله فيك، عافاك الله وطهور ان شاء الله. صلي على الوجه المتيسر لك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيكم. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي ابني يعني أنا كنت عايزة، هو في مدرسة أزهرية، وأنا كنت عايزاه يتعلم في الصيف القرآن اللي هو هياخده في الدراسة، لأن مش بلحق أذاكر له. هو مش مطيع، ووالده مش بيساعدني في كده، ومحدش متعاون معايا خالص، وإحنا يعني أنا مش عارفة أعمل إيه بصراحة. وساعات كمان يعني يهنوني قدامه، وهو أخلاقه وحشة خالص معايا، وأنا دعيت كتير وهو أخلاقه وحشة، ومش عارفة أعمل مع إيه معايا يعني. السؤال التاني، معلش، لو في حد يعني مثلا انا دلوقتي مثلا ابويا وامي عايزيني اروح، ساعات هم يخلفوني مثلا يشغلوا موسيقى وحاجات من دي. الاول الواد كان ملتزم، بعدين اتغير خالص وبقى يفخر في حاجات في الدين، ساعات في حاجات كويسه بس اتغير جدا جدا. فانا مش عارفه لو انا ما رحتلهمش يعني مثلا ما رضيتش اروح، الحمد لحيت لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن ابنك، اتق الله فيه ما استطعت، ابذلي ما تستطيعي من جهد، وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن الذهاب للأبوين، إذا كانت هناك بعض المنكرات استطعت أن تغيريها فاذهبي وغيريها، إن عجزت عن تغييرها فقلل الذهاب. بارك الله فيك. يقول السائل: ما حكم ما حكم قول، أو هل ورد قول كل عام وأنتم بخير في ذكرى أعياد الميلاد؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الرد على المخرجة التي تقول بجواز الجنس قبل الزواج، هذه مجرمة من المجرمات، وينبغي أن تقدم للمحاكمة، بل يجب أن تقدم للمحاكمة لدعوتها إلى العهر وإلى الفاحشة وإلى الإفساد في الأرض. يسأل: هل كان على عهد الرسول وأصحاب الرسول ما يسمى بالمقامات الموسيقية لتلاوة كتاب الله ولتعلمه؟ أقول وبالله التوفيق، هذا لم يكن في الزمن الأول في القرون المفضلة الثلاثة، ويسعنا ما وسع هؤلاء أهل القرون المفضلة الثلاثة. فتعريض القرآن للأنغام والمقامات الموسيقية أمر دخيل على ديننا ويلزم اتقاؤه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ، أنا عندي موضوع، أنا مبتلى بموضوع الوسواس القهري والحمد لله رب العالمين، وطبعا عندي حديث النفس والطلب في كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقد ينصح أصحاب هذا الابتلاء بالإكثار من ذكر الله والدعاء، وكذا إذا تمادى الأمر وكان عضويا عرضوا أنفسهم على أطباء متخصصين في الأعصاب والأمراض النفسية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والله أعلم. أما عن الطلاق الذي تحدث به نفسك، فالطلاق الذي تحدث به نفسك لا يقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. مش عايزة تفاضل في شيخ، أنا مطلقة في العدة، يجوز لي إن أنا أخرج ولا لازم الضرورة بس؟ الخروج للأشياء الضرورية التي تلزمك إذا لم يوفرها لك شخصاً.
جهاز يعني الخروج من المريض الأشياء الضرورية التي بعد تلزمك. إذنك عايز أعرف الدليل، نعم بعد إذنك عايز أعرف الدليل، يعني في حديث فعلا، أصل في حد، في ناس قالوا إن في حديث بس الحديث ضعيف. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول الأخ السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صدق الله العظيم عند الانتهاء من كل تلاوة؟ أقول وبالله التوفيق لم أقف على شيء من ذلك عند الانتهاء من القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ مصطفى، والله عايز أسأل حضرتك كده سؤال. تفضل. امتى المأموم يقرأ ورا الإمام؟ ولو كان المأموم بيقرأ ورا الإمام، امتى الكلام الحديث بتاع رسول الله قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهناك مقامان: مقام الصلاة السرية فالمأموم يقرأ ما تيسر له مع الفاتحة، والصلاة الجهرية إذا جهر الإمام ولم يترك زمنا للمأموم لقراءة الفاتحة استمع المأموم وأنصت، لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا. ومن العلماء من استثنى الفاتحة وقال: يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ. والقول الأول عليه جمهور العلماء، والله أعلم. يقول السائل: أنا إمام مسجد، هل يجوز أخذ أجر على صلاة التراويح في رمضان؟ نعم يجوز، والأولى ترك ذلك، والله أعلم. يسأل: إذا أكلت أو شربت ناسيا وأنا صائم النافلة هل يبطل صومي؟ لا يبطل صيامك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا. وبالله التوفيق. وبعموم الحديث يدخل النفل أيضا في الحكم، والله أعلم. يقول أخو السائل: هناك امرأة متزوجة وكانت نصرانية فأسلمت، ولكن المشكل في أن لها أولاد من هذا الزوج الذي ما زال على النصرانية، وتخاف أن تعلن إسلامها فيأخذ الزوج أولادها. أقول وبالله التوفيق، فقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعليها أن تعلن إسلامها وأن تبتعد عن هذا الزوج، لا هو حل لها ولا هي تحل له، والأولاد والبنات يتولاهم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: أعمل محفظا للقرآن
وأحيانا أتجه إلى التعنيف والضرب حال الإهمال من الطالب، وأحيانا الطالب يبكي، هل علي إثم في ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، توسط واقتصد، لا تكن عنيفا ولا تكن أيضا متساهلا التساهل المفضي إلى العبث، بل توسط، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤالين يعني. ما يا شيخنا هو أنا يعني أنا عندي هتزوج يعني إن شاء الله قريب، وعندي يعني وساوس وكده إن أنا هتزوج مش لله، وإن الزواج ده حرام والكلام ده إن أنا مش لله. كلامك غير واضح. إن أنا هتزوج يعني إن الزواج ده مش لله، إن أنا مش هتجوز يعني لله وكده، فمش عارف بحس إن هو دعك من الوساوس، دعك من الوساوس. لست ببدع من الناس، شأنك شأن غيرك من الناس، توكل على الله. وما دمت تجد مؤن الزواج وتستطيع الباءة فبادر بالزواج. يعني مش متفش أي حاجة شفت يعني إن شاء الله في حفظ الله. مع السلامة. يقول هل كل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أم هناك أمور خاصة به عليه الصلاة والسلام؟ أقول هناك أمور خاصة به عليه الصلاة والسلام، منها الوهب، وقد قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت دلوقتي أنا بحافظ في القرآن وبراجع عليه، بس باخد وقت شوية في المراجعة، هل يجوز إن أنا أمسك المصحف بحائل وأنا براجع؟ وشكرا. نعم يجوز أن تمسك المصحف بحائل وأنت تراجعين، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز نزول الانتخابات البرلمانية مع العلم بأنها تحكم القوانين الوضعية؟ هناك وجهان لأهل العلم في ذلك، وجه ينبني على الابتعاد تماما لكونها أسست على قوانين وضعية بعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى، وقول بالمضي فيها لتقليل الفساد في الأرض، والله أعلم، إذا كانت نيتك تقليل الفساد، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل صاحب العمل يقسم نصف المستحقات عند ذهاب الموظف للإجازة السنوية حتى يضمن عودة الموظف مرة أخرى، وهذا غير متفق عليه، وإنما يؤخرها ظلما واستغلالا للظروف. فقام أحد الموظفين قبل نزوله للإجازة بالكذب بخصوص قيمة مستحقاته، حيث جعلها الضعف، حيث عندما قام صاحب العمل بخصم نصف المستحقات كما هو معتاد كان الموظف أخذ حقه كاملا. هذه قضية تنظر، لكن أجيب بإجابة عامة. هناك مسألة يقال لها مسألة الظفر، إذا ظفرت بحقي من ظالم لم أتجاوز حقي، هل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز. استدل له بعض العلماء بحديث هند لما جاءت قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي،
فهل علي جناح أن آخذ منه ما يكفيني وولدي بالمعروف من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وأيضا قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليك. عليكم السلام يا شيخ. أنا بسأل حضرتك، لو مثلا الصلاة دخلت وصلاة فاتتني، أصلي الأول الصلاة المفروضة أم الصلاة يعني اللي فاتتني؟ صلي إذا كان بإمكانك، يعني الأمر بيدك أنت، صلي ما فاتك ثم صلي الصلاة التي دخل وقتها الآن. أما إذا كنت مأمومة جئت والناس يصلون العصر مثلا وأنت لم تصلي الظهر، صلي العصر معهم ثم اقضي الظهر بعد ذلك. وهذا رأي عدد كبير من العلماء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. ماشي، أنا حاطة فلوس في البوستة. ها؟ وعايزة أو بتطلع لها أرباح. وعايزة أعرف إيه إزاي بتتقلب الفلوس، الأرباح دي أتصرف فيها يعني. ها؟ إن كنت أصرفها على المساجد أطلعها لسبيل الله ولا أصرفها على البيت. أخرجيها للفقراء والمساكين والمحاويج أو يعني في أو في مصالح عامة للمسلمين بعيدا يعني عن المسجد الذي يصلى فيه. أما حمامات المسجد فنعم، وذلك لأنها عوائد ربوية. بارك الله فيك. لا تستعمليها في بيتك، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في سائر وجوه الانتفاع. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليك السلام الله ورحمته وبركاته. تفضل. عليك، انا ليا سؤالين بس بعد اذن سعادتك. تفضل. السؤال الاول يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قال له احد الصحابه: ان اصلي عليك يا سيدي يا رسول الله، كم اجعل من صلاتي عليك؟ الى ان قال: معروف صلاتك كلها. معروف. ما عن اي شيء تسال؟ نعم يا فندم. عن اي شيء في الحديث تسال؟ بسال حضرتك عن كيفيه الصلاه، جعل الصلاه كامله على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. معنى ذلك ان احنا نترك الدعاء لنا وللمسلمين ونكتفي بالصلاه على سيدنا رسول الله. جزاك الله خير. هل من سؤال اخر؟ السؤال الاخر حضرتك يتعلق ب بالبنوك الربوية أو البنوك الإسلامية. أنا آسف أن سيادتك، أنا عارف رأي سعادتك، ولكن أنا يعني فنفترض واحد معاه فلوس ومعهوش طريقة يستثمرها، هل يترك الزكاة كلها ويأكل هو، ولا يعني نعمل إيه؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأسأل الأخ الكريم عن قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى الهم ويغفر ذنبك، ويغفر ذنبك. يسأل عن معنى قوله: أجعل لك صلاتي كلها، ما معناه؟ أولا وقبل الجواب على السؤال، فالحديث في سنده ضعف. أذكر أن في سنده راو يقال له عبد الله بن محمد ابن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب هذا. وعن معنى الحديث في حال ثبوته، فالمعنى أننا نقول: يا رب ارزقنا مثلا، يا رب انصرنا، ونصلي على النبي أيضا: اللهم صل على محمد، إلى آخره. فكم نجعل نسبة صلاتنا على النبي؟
مقارنة بسائر الدعوات. الشاهد من كلمة كل أن يراد بها الأغلب، فلتكن أغلب الأدعية الصلاة على النبي، إن صلاتنا على النبي دعاء منا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنغلب هذه على غيرها. فكلمة كل كثيرا ما تأتي لا تفيد العموم الكامل، مثل حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل، يصوم شعبان كله في رواية مستقلة، وفي رواية أخرى: ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان. فكلمة الكل قد يراد بها الأكثر. وأيضا قال تعالى في شأن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، وهي لم تؤتى ما أوتاه سليمان عليه السلام. وأيضا قال تعالى في شأن الريح التي أرسلت على قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أن نبي الله هودا عليه السلام لم يصب منها بمكروه. أما الذي رزقه الله مالا، فأذكر السائل: هل من رزقه الله مالا يقدم شكرا بأن يرابي بالمال؟ لا أرى ذلك، وليس هذا من شكر النعمة، إنما ابحث عن مستثمر أمين يتقي الله يثمر لك المال، ولا تجعل شكر النعمة أكل الربا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هو في السنة إن الواحد يعني أكثر الهدوم بتاعته وكده، تبني لو ما عملتش كده يعني عندي العادات في البلد عادي، يعني أنا أعاقب على كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. ثم بينهم بقوله: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا والنسوة يستثنين من هذا، والله أعلم. بلا شك أن النسوة يستثنين من هذا، لأن أم سلمة قالت: يا رسول الله، فالنساء قال: يرخينه شبرا، أي من عند منتصف الساق ترخي شبرا. قالت: إذا تنكشف صدور أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك، والله أعلم. يسأل: السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا بالله عليك، فطبعا انا حضرتك انا تكنسل بس للسؤال بتاع الوسواس، فطبعا انا اعتذر عن المضي في الإجابة على هذا السؤال. اتلفظت يا شيخنا، اتلفظت. انت مريض تعالج. يقول اخ السائل: شخص يعمل محاسبا في الإدارة المالية لشركة، وأحيانا تضطره شركته إلى إرسال مبالغ للبنوك للإيداع أو ترسله للسحب، هل يترك الوظيفة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كان أصل عملي ليس الربا، إنما أجبر على السحب والإيداع، وأصل عملي ليس الربا، فنسأل الله أن يغفر وأن يتجاوز للاضطرار الذي وقع فيه، والله أعلم. يقول أخ السائل: ما حكم من يرفع صوته على أمه في غضبه ويحسن إليها عندما لا يكون غضبانا؟ هذا عاصي،
هذا عاص ودخل في شيء من العقوق وسوء الخلق. فقد قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يسأل: ما حكم من لا يقول الحق في سلطان جائر؟ أقول وبالله التوفيق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما أسلم: ارجع إلى بلدك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. إلا أن أبا ذر اختار أن يجهر بالحق في أوساط المشركين، وقد قال النبي في شأنه: ما أظلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. حضرتك بس كان في على قناة الناس السؤال جاي لهم بيقول ان السلام على المرأة حرام ولا حلال، فهو فضيلة الشيخ قال للست اللي بتسأل: مفيش مشكلة لو اضطريتي ان الراجل مد ايده، مفيش مشكلة تمدي ايديكي تسلمي عليه، بدل مفيش يعني مفيش مشاكل. ده السؤال الاول. بعدين سألتك السؤال الثاني: انا اخويا دفن في مكان هو ما كانش عايز يدفن فيه، يعني كان موصيني يدفن في مكان معين، وبعدين اهله زوجته واولاده اصروا يدفنوه في مكان تاني، وعشان ما يحصلش مشاكل انا تنازلت عن ان هو يدفن في المكان ده. فهل هو كده يعتبر اتاذى، او مثلا انا يعني قصرت في حاجه معينه، ولا ده عادي يعني؟ وشكرا لفضيلتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن مصافحة المرأة الأجنبية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. قال هذا عند البيعة التي تحتاج إلى مصافحة، ومع ذلك امتنع منها صلى الله عليه وسلم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما يقول: قد بايعتكن كلاما. وأيضا ورد في حديث من طريق معقل بن يسار رضي الله عنه مرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة موقوفا من قوله وهو صحابي: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وحتى إذا كان موقوفا فهو قول صاحب من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيد أنه روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد يحسن مثله. أيضا لا يخفى على ذي لب أن مصافحة المرأة تفضي إلى الشر والفساد، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. أما عن وصية شخص أن يدفن في مكان ما، وصية شخص أن يدفن في مكان ما وتعذر علينا دفنه في المكان الذي أوصى به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم
ما حكم من يبتعد عن إخوته من أبيه لأنهم لا يعاملونه معاملة حسنة ولا يشاركونه في شيء؟ هذا يدخل في العقوق كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه من يقول إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. بارك الله فيك. يقول أخو السائل متى يفرض الجهاد في سبيل الله؟ يفرض في موطنين، إذا دعا الحاكم المسلم إلى النفير أو دعا شخصا بعينه فيتعين على شخص بعينه، حينئذ إذا دعاه الإمام المسلم. ثانيا إذا داهم العدو بلاد المسلمين، حينئذ من يستطيع دفع ألزم بذلك. أما سؤال الأخ متى يفرض الجهاد ضد الحاكم، هذا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وأيضا أن تكون المفسدة المترتبة أقل بكثير من المصلحة المرجوة، والله أعلم. يقول السائل هل رسم الأشخاص حرام؟ نعم، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المصورون، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بفاعل. وسأل سائل ابن عباس عن التصوير، قال لي ليس لي عمل إلا من التصوير، قال ادن مني، ثم قال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، والله أعلم. يقول السائل هل هذا الحديث يثبت؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. أقول وبالله التوفيق هذا لا يثبت، وإن كان المعنى يصح، قد قال تعالى إنك لعلى خلق عظيم، والله أعلم. يقول السائل كيف يستطيع الإنسان مغالبة الشهوات ومكائد النفس؟ يستطيع ذلك بالاستعانة بالله، يسأل الله العون، وأيضا يلتزم الرفقة الصالحة، والله أعلم. يسأل ما حكم رقص الرجال؟ هذا من خوارم المروءة، أما إذا كان رقصا كرقص النسوة المعهود في هذا فهو حرام، والله أعلم. وقد لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء، أما التراقص والتمايل فقط ليس كرقص النساء فمكروه وليس من المروءات، بل فاعله مخروم المروءة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. حضرتك ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. حضرتك لي أخوة من والدي وأمهم مطلقة، ووالدي كاتب البيت باسم أمي، هم ليهم كده في يعني في الميراث ولا ما لهمش؟ المنزل منزل أبيك. نعم، المنزل منزل أبيك أو منزل أمك؟
لا منزل والدي، ووالدي يعني قبل ما يتوفى كتب البيت بالكامل لوالدتي. ما السبب؟ هو يعني هم اخواتي دول متزوجين بره في بيت وحديهم، وقبل ما يتوفى فيعني بقت ذهبها واشترت جزء من عمي، وهو كتب بقى البيت ليها يعني. على كل حال القضاء يقضي بأن البيت لأمك، وإذا كان في ما صنعه الوالد إثم فيتحمله في قبره، لكن القضاء الآن يقضي ما دام البيت مكتوب باسم أمك، وعلى ما تدعي أن أمك كانت أعطته مالا أو إخوان أو هناك اعتبارات أخرى حملته على ذلك، فالبيت باسم أمك وما وراء ذلك يتحمله والدك. أما إذا طيبتم أنتم نفسا بإعطاء إخوانكم من الأب شيئا آخر فلا بأس عليكم، وهذا حسن بطيب نفس منكم، بارك الله فيك. يقول السائل: هل السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ، انا بحبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يكرمك. لو سمحت شيخ عندي سؤال. تفضل. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان في نهايه قراءه القران يقول صدق الله العظيم؟ لم يرد هذا. شكرا جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام. يقول الاخ السائل: من يترك الصلاه اياما ثم يعود ولا يعلم كم عدد الصلوات التي تركها، ماذا يفعل؟ عليه القضاء أم التوبة فقط؟ عليه القضاء والتوبة، عليه القضاء والتوبة، ويعيد بالقدر الذي يطمئن باله ويريح قلبه بأنه قد أدى ما عليه، والله أعلم. يسأل: أصلي الشفع والوتر بتشهد واحد يعني ثلاث ركعات متصلة، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، وجائز أيضا أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بركعة، بارك الله فيك. يقول السائل أو السائلة تقول: أريد لبس الإدناء الأسود وتحت منه جيبة ملونة أو غامقة وواسعة مثله، وأنا منتقبة، هل جائز؟ نعم جائز ولا مانع منه. تقول السائلة: عفوا، كم عدد الأحاديث النبوية؟ لم تحصر إلى الآن الحصر الكامل، والله أعلم. ثم أيضا الصحيح منها حصره أمر شاق، ذلك لاختلاف وجهات نظر المصححين في بعض الأحيان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلك يا مولانا، دلوقتي أنا ليا خالة. لك خالة وبعد؟ ما كانتش متجوزة وما عندهاش أولاد وتوفت، وفضل وليها أخت اللي هي أخت أمي، فلما توفت ورثها دلوقتي يعني شرعا يتوزع ازاي؟ هي يعني اخت واحده واحنا ولاد اختها ثلاثه. بنين كلكم؟ بنين ولد وبنتين. ليس لها اي احد الا انتم؟ احنا واختها بس. اختها لها النصف. اي اختها لها النصف. اي لانها كلاله في هذه الحال. طبعا كلالة في هذه الحال. أيوة. اختها حية ولا او ميتة؟ اختها موجودة عايشة. اختها لها النصف. قال تعالى: يستفتونك، اختها هي للاب ام للام ام شقيقة؟ شقيقة. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. أيوة. فالاخت
ستأخذ النصف، النصف المتبقي، هل لابن أختها الذكر أم للأرحام للذكر أو للذكر مثل حظ الأنثيين منكم؟ فهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة لما عليه العمل. بارك الله فيك. شكرا لرعاية الله. السلام عليكم. نعم، يقول السائل: أخ مصور منذ عشر سنوات في استوديو وجمع مالا لا يستطيع تحديده، واختلط بأمواله وأموال إخوته واشتروا أرضا وسافر وحج، يريد أن يعرف المال الذي جمعه من عمل الاستوديو حرام أم حلال؟ هل الحجة مقبولة أم لا؟ أقول: من تاب تاب الله عليه، وعليه أن يكثر من الصدقة والحج، نسأل الله أن يتقبله ويكثر من الصدقة ويحسن التوبة، والله أعلم. هل يجوز مشاهدة أفلام بها موسيقى تصويرية؟ لا تستمع الموسيقى، لا تستمع إلى الموسيقى، فالموسيقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كنن أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والله أعلم. يقول أخو السائل: ماذا يفعل من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنازة يأتي بها إذا سلم الإمام، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك حضرتك يا شيخ. وحضرتك يا شيخ، ما هو الراجح في زكاة الحلي المعد للاستعمال؟ يعني هل عليه زكاة أم لا ليس عليه زكاة؟ وسؤال الآخر، يعني ما أفضل الكتب حضرتك ترشحها لي في سيرة نبوية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن زكاة الحلي الأظهر إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك للعمومات، مثل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآيات. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وأيضا فإن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألانه عليه الصلاة والسلام مسألة، فرأى عليهما سوارين من ذهب، قال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: أديا زكاته. هذا يلزم بإخراج الزكاة عن الحلي المعد للاستعمال إذا كان ذهبا أو فضة، أو فضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما ما وراء الذهب كالألماس ونحو ذلك فلا زكاة عليه. أما عن كتاب في السيرة، فلا أعلم إلى الآن كتابا سالما من المرويات الضعيفة والمقطوعة، وإن كان من أمثلها سيرة ابن هشام المحققة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. إني والله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. رجاء يا شيخنا، أريد منك طلب وأرجو أن لا تكسفني. أريد جلسة خاصة مع حضرتك بالله عليك.
إذا كان من أجل الكيونت فأنا معتذر سلفا. نعم. إذا كانت الجلسة من أجل الكيونت والعمل فيها وفي توابعها فذي شركات نصب واحتيال وأضاع إخواننا الأوقات فيها، فلا معنى لإضاعة الوقت في مثل هذا. أما إن كان سؤالا آخر فعلى الرحب والسعة ولكن بقدر وأوجز، ومن الممكن أن تأخذ رقم الهاتف ونتواصل إن شاء الله. طيب هل ينفع أخذ رقم حضرتك؟ لا حرج، خذه من الأخير. شكرا، بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير حاملة للواء الحق. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يعافي أخي الشيخ أبا إسحاق من كل مكروه ومن كل سوء، ويعافي كذلك مرضى المسلمين، اللهم أمين. هذا وبين يدي الختام أذكر الخلق كلهم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ومن ادعى أن الله له ولد أو صاحبة فقد كفر. وأذكر أيضا بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يكشفه أحد سواه. فالحذر الحذر من دعاء غير الله، والحذر الحذر من الابتعاد عن التوحيد، والحذر من الوقوع في الابتداع الممقوت ومن كل صور الابتداع. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما